لو كنت مكان محمد سلام كنت هتعتذر عن المسرحية وما تسافرش السعودية، ولا هتروح تشتغل عادي عشان ده شغلك؟ لأ حسب هو، أنا لو كنت أنا مكانه معرفش هو كان عامل إيه، يعني أنا حسب هو إحساسه إيه بالقضية. دي حاجة ترجع هو لشخصه هو، وترجع لوجهة نظره هو. أنا شايف إنه كل واحد حر يتفاعل مع الظروف المحيطة بالشكل المناسب ليه هو. ما أقدرش أهاجم شخص على حاجة هو عملها، ولا أهاجم شخص على حاجة هو ما عملهاش، لأن كل واحد أدرى بنفسه وبظروفه بطبيعته واللي عقله في راسه يعرف خلاصه. فاهم قصدي ولا لا؟ بس عموما أي فنان في الدنيا